أهلا بكم. خلال أقل من 24 ساعة على تداول وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عمالة تنقل أمتعة الركاب بطريقة غير لائقة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أصدر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قرارا بإنهاء خدمات 4 من العاملين بالشركة السعودية للخدمات الأرضية بعد تشكيل لجنة للتحقيق فور انتشار الفيديو. وأعربت الهيئة العامة للطيران المدني عن شديد أسفها لهذه الواقعة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق اللوائح المنظمة للعمل في مطارات المملكة كافة وبدون أي مجاملة لأي موظف سعوديا كان أم أجنبي. معنا عبر الهاتف من جدة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سلمان الحمدان. سيد سلمان، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. نريد أولا توضيحا منكم حول ما حدث. أولا مساء الخير. أنا اسمي سليمان، طال عمرك سليمان الحمدان. عفوا تفضل. حقيقة لم يكن هذا التصرف والذي شاهدناه من خلال مقطع الفيديو المتداول خلال اليومين الماضيين مقبول لأي إنسان محترم، لأن ما شاهدنا في إساءة كبيرة وتشويه كبير وغير مبرر لمكانة وصورة المملكة، وهي التي تحرص كل الحرص وبتوجيه مباشر ومستمر من قيادتنا الرشيدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم والزائر. مطاراتنا يا سيدي هي أحد النوافذ الحقيقية لكل زائر لبلدنا. طيب. وعلينا جميعا مسؤولية كبيرة من مختلف مواقعنا أن نجعل من هذه النوافذ مرآة حقيقية تعكس واقع المجتمع السعودي الحقيقي والمتمثلة في حسن الضيافة العربية والكرم وحسن الاستقبال. ما شاهدنا هذا عمل شاذ ولا يعكس واقعنا ولا نقبل فيه. طيب، بس حتى أيضا نعرف التفاصيل أبو بدر، يعني هذه الصور جاءتكم ووصلتكم مثل ما وصلت كل الناس، أم أنه هذه الكاميرا هي خاصة أصلا بالمطار وبالتالي كان المفروض أن تكون هناك متابعة؟ المطارات لديها كاميراتها الخاصة. ما حدث هو مساء ليلة الخميس الماضي الموافق 9 أبريل الساعة 10 إلا ربع مساء، وكانت على وصول رحلة السعودية رقم 597. زين؟ ولكننا احنا تداركنا وشكلنا لجنة سريعة، وتم اليوم حقيقة التقرير المبدئي هو 4، لكن الحقيقة العدد اللي انهيت خدماتهم هم 5 اشخاص، وهم مساعد المدير ومشرف القبو وهم سعوديان ومراقب العمالة وهو هندي الجنسية، واثنان من العمالة وهما ايضا من الجنسية الهندية. فعدد التي أنهيت خدماتهم 5 أشخاص، 2 سعوديان و3 من الجنسية الهندية. شو يا سيدي، هي العامة للطيران المدني اليوم تنتهج سياسة جديدة محورها أولا خدمة العميل، مواطن كان أو مقيم أو زائر، ونحن سنقف على مسافة واحدة في الهيئة من الجميع، موظفين كانوا أم شركات طيران عاملة في المملكة أو شركات عاملة في تقديم الخدمات اللوجستية في مطاراتنا. على الجميع، أنا هذه رسالة من في مختلف مواقعهم، تحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والمواطن والمقيم والرقي بمكانة وسمعة المملكة للمكانة التي تليق بها. طيب، بس تصحيح للمعلومة أنه الهيئة فصلت 5 أو أنهت خدمات 5 من العاملين في الشركة، هي شركة الخدمات الأرضية، وليس هم موظفين تابعين للخطوط. يعني هي شركة الخدمات المناولة الأرضية. طيب، أنا خليني بس أنقل لك بعض يعني الكلام من الناس، وبالتأكيد أنت شفت ما كتب في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الناس بتحكي أنه يمكن ليست المرة الأولى، الكثير من الناس يشتكي من أنه شنطهم أو حقائبهم كانت تصل يعني مكسورة، فيها تلف معين، فبالتالي هذه ليست المرة الأولى، لكن سرعة التجاوب هذه المرة أتت مختلفة من قبل الهيئة العامة. للعلم يا سيدي، أنا اليوم منذ تشرفت بتولي منصبي اليوم لي شهرين و14 يوم تحديدا، زين،
ويعني نحن هنا في كافة مواقعنا ومراكزنا الوظيفية نحن لخدمة الناس. طيب. فمن لا خلينا لو تفضل سمحت. تفضل تفضل. من لا يستطيع تقديم الخدمة التي تليق بالمواطن أو المقيم أو الزائر فهو لا يستحق أن يكون جزء من فريق العمل الذي جزء منه. هذه سياسة يا سيدي سنها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله في عمره وأيده بنصره، وهو من يؤكد دوما حرصه على أن المواطن السعودي والمقيم والزائر يستحقون مننا كل اهتمام وحرص، وهو حريص دائم على توفير تقديم الخدمة التي تليق به. نحن لا نقبل بهذه الصورة اللي تشوه. ناو الآن احنا طبعا فتحنا كسرنا احتكار الشركة السعودية لخدمات المناولة الأرضية، ويمكن شفتوا في الأخبار قبل يومين تم منح رخصة لشركة عالمية مرموقة هي سويس بورت، وهي أحد الشركات الرائدة في خدمات مناولة العفش، والآن هم في تحضير للبدء التشغيلي. نحن أولا لا نقبل لأن لأي من كان من الشركات العاملة هنا أن تحتكر السوق وأن تعمل بمفردها. السوق مفتوح للجميع. طيب. والمواطن والمقيم والزائر يستحقون. يعني سيتختلف الصورة حتى إمكانيات جديدة ستضاف في هذا المجال. بالضبط، لكن طولوا بالكم علينا يا طيب. يعطيك العافية، شكرا لك أبو بدر، شاكرين ومقدرين تواجدك معنا رئيس الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، كنت معنا من جدة.